فكرة جميلة تحولت إلى بروتوكول واقعي وملموس بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز التنسيق الحضاري. البروتوكول اسمه عاش هنا. هذا البروتوكول بيهدف إلى رصد أهم الأماكن اللي عاش فيها كبار الشخصيات والمفكرين والأدباء والشعراء والملحنين والفنانين والكتاب المصريين على مر العصور، رصد هذه الأماكن التي عاشوا فيها، وضع لافتات بتؤكد أو بتنسب إلى هذه الشخصيات، والجديد أيضا أنه حيتم وضع كود معين على هذه اللافتة يمكن عند استخدامها عن طريق الموبايل أنها تعطي السيرة الذاتية وأهم الأعمال لهذه الشخصية الكبيرة والمشهورة والمعروفة في تاريخ مصر. هذه الفكرة فكرة جميلة، وعملية توثيق بتحتاج إلى جهد كبير، ومشروع يهدف إلى توثيق هذه الأماكن وإلقاء الضوء على أهم هذه الشخصيات وأهم الأعمال اللي أسهموا بها في إثراء الحياة الثقافية أو الفنية في مصر. تتحدث معنا عن هذا الموضوع الدكتورة هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق التاريخية في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الفكرة دي يمكن اتكلمنا عنها كتير، لكن ازاي بقى اخدتوا الخطوات ان هي تصبح حقيقة واقعة وملموسة؟ هو المشروع زي ما حضرتك قلتي بيهدف الى توثيق الاماكن اللي عاش فيها اهم المفكرين والعلماء والشخصيات العامة والفنانين والمطربين اللي اثروا الحياة الثقافية في مصر. فكان يعني ارتقى إدارة الجهاز ان هو من المفروض علينا ومن الواجب علينا مش بس ان احنا نوثق المباني التراثية بقيمتها انها ليها قيمة فنية ومعمارية مهمة، لا كمان الشخصيات المهمة اللي اثرت الحياة الثقافية ليها حق علينا ان يتم توثيق الاماكن اللي عاشوا فيها. وده لحفظ ذاكرة، لحفظ ليهم جانب مهم في ذاكرة الوطن، ان يتعرف او ينتشر ان هو مين نجيب محفوظ وكان ساكن فين وكان بيعمل ايه واهم عمله ايه. يمكن في اجيال جاية ممكن ما تبقاش عارفة الاعلام دول مين هم او اعمالهم ايه. فالمشروع كان بيهدف ان احنا هنعمل لوحات بتوضع على المباني في الفترة اللي عاشوا فيها العلماء أو المؤثرين دول، المفكرين دول أو العلماء أو الفنانين، بتوثق المكان اللي هو عايش فيها وبيبقى عليها كود طبعا عشان نواكب العصر في الحكاية دي. عليها كود ممكن يتعمل له موبايل أبليكيشن بيرتبط بقاعدة بيانات وبيظهر على ويب سايت، يقدر المستخدم العادي في الشارع لو عمل سكان للكود ده يدخل على الصفحة بتاعة الفنان ده ويعرف كل المعلومات اللي هو عايز يعرفها عنه، عايش امتى، توفى امتى، اهم اعماله ايه، الحقبة التاريخية اللي هو عايش فيها. وكمان ممكن نحط اجزاء من الموسيقى بتاعته لو هو ملحن، اجزاء من افلامه، كتاباته، رواياته، لو مثلا زي نجيب محفوظ. فدي اعتقد انها هتبقى يعني زي مكتبه متحركه، حضرتك وانت ماشيه في الشارع هتلاقي معلومات كتير عن مفكرين كتير حول حضرتك، مفكرين او شخصيات عامه او ممثلين. يمكن الواحد يكون عايش في نفس الحي ومش عارف ان فريد الاطرش كان عايش هنا او ان عبد الحليم كان عايش هنا. طب دي بس بتهدف لتوثيق شخصيات رحلت عن عالمنا ولا حتى كبار الفنانين ورموز المجتمع اللي ما زالوا موجودين على قيد الحياه؟ الحقيقه احنا بدانا بالمفكرين والعلماء والفنانين اللي رحلوا، لان هو بيبقى عايشه هنا بيبقى تحتيها بعد كده قصين، سنه الميلاد وسنه الوفاه. طبعا بيهدف الى تخليد ذكراهم، لكن المشروع ده محتاج جهد ضخم جدا سواء من ناحيه حصر الاماكن او جمع المعلومات او وضعها بقى على قاعده بيانات واتاحتها للجميع. ازاي بيتم اليه العمل في هذا الجهد الضخم؟ هو المشروع ده ان شاء الله هينفذ بالشراكه مع بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبين مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار في رئاسه الوزراء. الجانب الخاص بتجميع البيانات وتدقيقها ومعرفة العنوان وكل ده بيقوم به الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. باشمهندس محمد أبو سعد رئيس الجهاز مخاطب كل رؤساء النقابات والاتحادات، اتحاد الفنانين أو اتحاد الكتاب أو المؤلفين وكذا، بأنهم يرسلوا لنا قاعدة البيانات اللي عندهم أو يرسلنا المعلومات اللي عندهم عن الأسامي المهمة من الفنانين دول والأماكن اللي هم عايشين فيها.
وبعد كده احنا بنبدا نعمل داتا جاذرنج وبنبدا نجمع معلومات عن كل شخصيه من دول. ولكن برضو صدفتنا يعني حاجه في البدايه، ان احنا لما جت لنا المعلومات دي هي طبعا متاخده في النقابات، ممكن تكون من بطاقه الفنان ده او حاجه زي كده، وممكن يكون ده المكان اللي هو بدا فيه مسيرته الفنيه، ولكن مش ده المكان المشهور ان هو عاش فيه. فطبعا يعني احتاجنا ان احنا نعمل تدقيق اكتر للمعلومه، لان برضو هيبقى مهم جدا اللوكيشن او الموقع اللي هيتحط عليه اللوحه دي، يعني لازم يكون معروف فعلا ان محمد عبد الوهاب عاش في المكان ده في الفتره الاسرى اكتر اعماله الفنيه، يعني اطول مرحله في حياته عاشها في 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 هذا المنزل، حتى لو هو تنقل بين اكتر من منزل، بس بتشوفوا ايه اشهرهم وايه اطولهم في مده اكتر مده هو اسرى فيها الحياه الثقافيه، اكتر مده انتج فيها الاعمال، اكتر المكان اللي عايزين نوثق فيه ان هو الفنان ده عاش هنا يعني بكل معنى الانتاج الفني وبكل القيمه الفنيه اللي هو اضافها يعني. فتم تشكيل لجنه برئاسه بقى يعني رؤساء الاتحاد والنقابات دي ورئاسه اساتذه برضو من الجامعات، انهم يبداوا يدققوا المعلومات دي عشان نتاكد منها بالظبط. زي ما هو واضح دلوقتي على الشاشه ده الاوت لاين بتاع المشروع، ان هو بيبدا بالداتا جاذرنج عن مجموعه من الفنانين والعلماء والمشهورين، وبعد كده بيتم ادخالها على قاعده البيانات، وهينتج منها اللوكيشن، يعني قاعده البيانات دي هتربط بالخريطه علشان اللوكيشن بتاع البيت ده، وبعد كده هينتج اللوحه اللي هي هتتحط على المنزل اللي هي فيها هيتم انتاجها. يعني لسه هيتم انتاجها ولا انتجت بالفعل؟ انتجنا سامبل طبعا وعملنا عليها سكان وتاكدنا ان هي بتدخل على قاعده البيانات. ده الجزء الفني الاول، ده هيبقى من مهمه الجهاز. الجزء الثاني الخاص بقاعده البيانات وانشاء الموقع الالكتروني اللي هندخل عليه من الكود اللي على اللوحه، ده بقى هيكون مهمه مركز دعم واتخاذ القرار. طيب المفروض انتوا تستغرقوا وقت قد ايه عشان تنتهوا من هذا المشروع؟ والله احنا نهدف ان احنا نوثق كل المشاهير والعلماء والفنانين الموجودين في مصر كلها. احنا بدأنا طبعا في القاهرة، ففي يعني ده شكل اللوحة، ده شكل اللوحة بالظبط. هي لوحة نحاسية ليها إطار خشبي زي ما حضراتكم شايفين، هي كده شكلها، وفيها الكود اللي هو بيتم الاسكان فيه، بيبقى مكتوب فيه كمان العنوان، بيبقى مكتوب فيه اسم الشخصية وعاش من امتى الى امتى، يعني عاش من كذا الى كذا، يعني توفى امتى. وفي الحاجات دي عملتوا يعني مسابقات واخترتوا من خلالها الشكل والتصميم، ولا تم اختيار؟ لا، اتعمل في اداره الجرافيك في جهاز القومي للتنسيق الحضاري، اتعمل كذا بروبوزل وتم تعديل عليه بعض الحاجات واخترنا الشكل النهائي ليها. طيب. وهي كمان اخترناها انها تكون ماتشنج مع لوحه توثيق المباني، لان حضرتك عارفه ان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بيهتم بيه، او يعني نطاق عملنا الاساسي هو توثيق المباني التراثيه والحفاظ عليها، ففي لوحه توثيق للمباني التراثيه اللي بيتم حصرها في قواعد البيانات، اخترنا ان اللوحه دي كمان تكون ماتشنج معاها، لان ما طبعا في اختلاف كبير، لا يعني نفس برضو الطبيعه ونفس الروح وماتشنج جدا مع بعض، لان كتير جدا جدا من العلماء والمفكرين والفنانين عاشوا في مباني اوريدي الان مسجله تراث عمراني وعليها لوحه التسجيل بتاعه المبنى، فلما نحط كمان مبنى اللوحه الثانيه بتاعت عاشه هنا يكونوا الاثنين يعني متناسقين مع بعض. حضرتك قلتي على مشروع فعلا مرتبط بفكره التوثيق، يعني التوثيق وانشاء قاعده بيانات الاثنين مرتبطين ببعض الى حد كبير. هل دوركم يقتصر فقط على التوثيق واعلان انه دي منشاه تراثيه او اثريه، ولا كمان الاهتمام بمستواها وحالتها من الناحية العمرانية والحفاظ على شكلها، يعني عشان تكون وتبقى مزار أثري أو تراثي أو فني إلى آخره؟ طبعا المباني اللي بيتم تسجيلها تابعة للمباني ذات قيمة وذات تراث عمراني يعني مسجل، دي بيحميها القانون رقم 144، وده بيحمي المباني التراثية في التدخل والتعامل معها. هو في أول حاجة بيبقى فيه لجان حصر بتحصر المباني التراثية دي، وبعدين بتختار ذات القيمة منها، بيتم تسجيلها، وبتفضل مراحل التسجيل إلى أنه بيصدر قرار من رئيس الوزراء بتسجيل هذا المبنى ضمن قوائم التراث المصري. بعد كده بيتم التسجيل بقى فيها، والقوائم بتاعتها بيكون ليها ثلاث فئات، فئة ألف وفئة ب وفئة جيم. حسب نص القانون فئة ألف هو الأصعب في التدخل، يعني حضرتك ما تقدريش تغيري فيه لا وجهات ولا داخليا ولا حتى في المحيط.
ولا بتاع ترميم المبنى. ولا لا طبعا ترميم وحفاظ، لان هو لازم عشان يسجل يكون مبنى الانشائي بتاعه قوي، يعني الحاله الانشائيه بتاعته جيده، يعني مبنى غير قايل للسقوط، مش متهالك يعني. بالظبط، عشان يسجل يبقى لازم يكون حالته الانشائيه جيده. فئه ب بيسمح ببعض التدخل، فئه بنوصل بقى في التدرج لغايه فئه ج اللي هي حتى بتسمح بان احنا نحافظ على الواجهه بتاعه المبنى، وممكن يحصل بعض التغيرات الطفيفه داخل، او يعني بعض التغييرات جوه المبنى. ممكن علشان الاستخدام الحديث بتاع المباني ممكن يحتاج قاعات اكبر شويه، اوض اكبر، يفتح اوضتين على بعض، يغير شويه في التصميم الداخلي عشان يعيد استخدام المبنى. عشان دي في المباني اللي هي المسجل. المسجله لا ومستخدمه، يعني هي بيتم استخدامها كقاعات الى اخره. هذيك يعني دينا مثلا اعاده مثلاً استخدام المباني، يعني مثلا دلوقتي يعني اللي ظهر على الساحه جدا الجدال اللي حصل حوالين مبنى انتركونتيننتال اللي في وسط البلد اللي على النيل. فندق انتركونتيننتال هو مسجل مبنى ذو طراز معماري مميز، فبالتالي مش ممكن هدمه، لا يمكن هدمه، ولكن هو مسجل في الجيم. ففي الجيم دي اكتر فئه فيها قابليه شويه للتغيير، فهو يقدروا يوصلوا في التغيير الى انهم يحافظوا على الواجهه الخارجيه لانه طراز معماري مميز لازم يتحافظ عليه، ويقدروا يغيروا من جوه التصميم الداخلي بتاع الفندق او بتاع المبنى علشان يعيدوا استخدامه. عشان يعيدوا استخدامه، ممكن يعيدوا استخدامه اي حاجه ثانيه، ممكن يعيدوا استخدامه متحف، ممكن يعيدوا استخدامه في اغراض تجاريه، ممكن يتحول مول، ممكن يعيد استخدامه باي شكل ثاني، ولكن ممكن يكون التصميم الداخلي يعوق استخدامات جديده. فهو مسجل في الجيم، فبالتالي هو يعني الناس كانت قلقانه جدا ان احنا نفقده او انه يتم هدمه ويطلع بداله مبنى كبير. هو لا يمكن هيتم هدمه، ولكن ممكن يجرى بعض التغييرات في التصميم الداخلي علشان يناسب الفانكشن الجديده او الوظيفه الجديدة اللي هو هيتفتح عشان. طيب نرجع تاني لفكره العاشه هنا، هذا البروتوكول او هذا المشروع الجميل. المباني اللي هترصدوها وهتسجلوها وهتحطوا لها معلومات، هل هيتم وضعها على خريطة المزارات السياحية؟ احنا عارفين مثلا انه منزل شكسبير مثلا من المنازل الأثرية اللي موجودة على خريطة السياحة لكل من يزور بريطانيا. هل ده موجود في خطتكم بالنسبة لمصر، التعاون مع وزارة السياحة او هيئة تنشيط السياحة في هذا المجال؟ طبعا ان شاء الله، لان هو احنا مجرد ما يبقى عندنا قاعدة بيانات هنقدر ننتج منها مجموعة من المخرجات. احنا يعني الستيب 1 ان يكون، او المرحله الاولى ان يكون عندنا قاعده بيانات عن الاماكن، عن الفنانين دول والمفكرين والادباء وعاشوا فين، وربطها بالخريطه على اللوكيشن، ده ستيب 1. ممكن بعد كده يطلع كتاب عن اهم اماكنهم واهم مزاراتهم. كمان قلت لحضرتك ان هم يعني احنا لقينا لما بدينا نشتغل لقينا ان في كتير منهم عايشين في المباني اللي تم تسجيلها مباني تراثيه. كمان احنا عندنا مناطق متسجله ذات طبيعة عمرانية خاصة، زي القاهرة التاريخية وزي القاهرة الخديوية وزي الزمالك وزي المعادي وزي مصر الجديدة. دي كمان مش بس المباني مسجلة، لا دي المنطقة كلها مسجلة. فإحنا يعني بنهدف إن إحنا في الآخر إن إحنا ممكن نصمم مسارات زيارة للمناطق دي. يعني ليه ينزل يزور القاهرة الخديوية يبقى في أحد مسارات الزيارة منها إن هو نصمم مسار زيارة لأهم المبدعين والفنانين اللي عاشوا في المكان ده، ويبداوا يزوروا الاماكن، يعني يلفوا البيوت دي ويبقى في جايد معاهم يشرح لهم عن البيوت وعن اشكالها وطرازها المعماريه المميزه، وكمان يضيف اليها معلومه جديده ان في البيت ده عاش فلان وفلاني، في البيت ده عاش فلان وفلاني، وده اكيد هيضيف لخريطه السياحه المصريه. طيب احنا بنتوقف قليلا لمتابعه موجز لاهم الانباء، ونعود لنستكمل هذا الحوار مره اخرى.
لسه بنتكلم عن بروتوكول عاش هنا اللي بيهدف إلى توثيق الأماكن التي عاش فيها كبار الشخصيات، سواء كانوا كتاب أو مؤلفين أو فنانين أو علماء عاشوا في مصر وأثروا الحياة الثقافية أو الفنية أو الفكرية أو العلمية في مصر. ونجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري. أهلا بحضرتك مرة ثانية دكتورة. قبل ما نخرج إلى موجز الأنباء كنا بنتكلم عن أهمية وضع هذه المزارات على خريطة السياحية، وحضرتك كنت بتتكلمي عن وضعها ضمن مسارات الزيارات التاريخية والمعالم. اضرب لنا مثل على ده وقول لنا إزاي منظمات المجتمع المدني بتشارك في مثل هذه المشروعات. يعني هو ده كنت بقول لحضرتك، ان احنا مجرد ما ننتج الداتابيز او قاعده البيانات هيكون متاح لنا ان احنا ننتج مجموعه من المخرجات، طبعا عدد لا نهائي من المخرجات. من ضمن المخرجات اللي كنا بنفكر فيها هو وضع الاماكن التوثيقيه دي اللي عاش فيها اهم العلماء والمفكرين والشخصيات العامه على خرائط على مسارات الزياره لاهم الاماكن التراثيه اللي بتحصل دلوقتي في القاهرة الخدوية. مجموعة من الشباب المهتمين بالحفاظ على التراث بيصمموا أو يعني بيقودوا بينظموا بالضبط بينظموا مسارات للزيارة الأهم المباني. يعني مثلا بياخدوهم من ميدان التحرير والتور ممكن تكون مدة ساعتين ويمروا على أهم المباني اللي حصل فيها أحداث مهمة في القاهرة الخدوية، زي مثلا نادي السيارات، زي كلوب محمد علي، زي كذا، زي ويقعدوا يقولوا بقى ده القصر ده فلان فلاني حصل فيه كذا، ده هنا تمت عقد اتفاقية كذا، هنا حصل الحدث الفلاني، هنا حصل كذا، هنا كان عايش كذا. احنا بقى عايزين نضيف كمان الأماكن المزارات دي المزارات اللي هو عايش فيها أهم الفنانين، وهو كمان ماشي في التور دي يقدر يقول طب وهنا عايش فريد الأطرش اللي عمل أفلام كذا وكذا، وهنا عايش عبد الحليم. طب ما بتفكروش إن الأماكن الموجودة في مسارات الزيارات دي برضو يتم دعمها بخدمة الكيو آر أو خدمة الكود اللي بيطلع تفاصيل عن هذه الأماكن اللي بيزوروها بما إنها برضو مناطق أثرية؟ ممكن طبعا يكون في بقى داتا عن تاريخ المبنى نفسه. واحنا اوريدي المباني اللي قلت لحضرتك اللي هي بتبقى مسجله ذات طابع معماري مميز بيكون عليها لوحات حصر وليها رقم، يعني كود رقم مكون من 9 ارقام، ده رقم خاص بالمبنى ده يعني زي الاي دي بتاع المبنى. ممكن كمان بعد كده نفكر ان احنا اللوحات دي نضيف عليها الكيو ار كود تحكي تاريخ المبنى. لا ممكن نعملها ان شاء الله. طيب احنا واحنا بنمر على يعني الافكار اللي طرحت بخصوص هذا البروتوكول، مرينا ايضا على يمكن منشور كده عنوان الحمله فيه مع الاعلاء قيم الجمال في مصر. اعلاء قيم الجمال في مصر اعتقد ده مطلب كل مصري دلوقتي طبعا. لانه مصر حقيقي جميله وفيها مزارات وفيها اماكن اثريه، متحف مفتوح، يعني ده دي مش مبالغه، لكن ينقصنا الاهتمام بهذه الاماكن والترويج ليها بشكل صحيح والحفاظ على شكلها ومضمونها بالشكل اللائق. يا ترى المبادره دي تتضمن هذه القيم المطلوبه ولا لا؟ طبعا هي دي حمله يعني اطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسه باشمهندس محمد ابو سعد رئيس الجهاز. المبادره دي فيها عده محاور، منها محور المشروعات اللي هو من ضمنه مشروع عاش هنا، ده احد المشروعات اللي بينتج، كمان من ضمنها مشروع تجميل ميادين مصر. برضو الجهاز متبني مبادرة تجميل ميادين مصر، فبدينا ننتج مجموعة من الميادين. حضرتك طبعا لاحظتي في الفترة اللي فاتت أو تابعتي في الفترة اللي فاتت الفوضى شوية اللي كانت موجودة في الميادين والأعمال الفنية الغير مدروسة اللي كانت موجودة في الميادين وتخفف علينا تمثيل الشخصيات العامة أو حتى حاجات رمزية يعني. بس طبعا كانت بتأخذ علينا بشكلها إن هي دي بشكل غير لائق إن يكون في الفراغ العام. فلقينا إن هو من مهمتنا كجهاز قومي للتنسيق الحضاري للحفاظ على الفراغ العام، بدينا يعني نصمم وننتج مجموعة من الميادين الهامة ونعملها تصميم عمراني. وكمان معنا قطاع فنون تشكيلية، معنا مجموعة من النحاتين المحترمين جدا بينتجوا أعمال رائعة جدا جدا طبعا مدروسة بشكل رائع يعني.
وبيبدا توظيفها في الفراغات العمرانيه وفي الميادين المهمه، وبنرسلها للمحافظين كمشاركه مننا لان هو ازاي ممكن ينتج الفراغ العام عنده او الميدان عنده بشكل لائق ويعني محمود وكل الناس ما يكونش في انتقاد. طب التمويل منين يا دكتوره؟ ده شيء مهم لانه المجهودات اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي محتاجه تمويل ضخم. طبعا طبعا. كله حكومي ولا في مساهمه من منظمات المجتمع المدني؟ والله يعني التنفيذ ده بيكون مهمه المحليات، فاحنا بنخاطب المحافظين وهم بقى بيوفروا التمويل، يا اما بيكون في رجال اعمال عايزين يدعموا الفراغات العمرانيه عندهم والميادين المهمه في المدينه اللي هم عايشين فيها، ويحط مثلا اسم الشركه بتاعته او الاعلان بتاعه او بيكون في يعني مصادر مختلفه للتمويل. يعني التنفيذ ده مهمه المحليات. احنا يعني كجهه استشاريه بنوريهم او بنديهم الرسومات اللي يقدروا ينفذوا عليها ميدان بشكل لائق، يعني نحمد يعني عليه بعد كده ما يكونش فيه اي اعمال او اشكال غير لائقه يعني. كمان المبادرة فيها مجموعة من المشاريع زي ما قلت لحضرتك، فيها كمان مشاريع إنتاج خريطة القيمة للمناطق التراثية زي خريطة القيمة اللي عايزين ننتجها للقاهرة الخديوية أو بمعنى إيه خريطة القيمة؟ اللي هي الخريطة اللي فيها تسجيل لكل المباني التراثية اللي موجودة في المنطقة ذات الطابع المعماري المميز، وكمان بس دي الناس تحصل عليها ازاي؟ يعني حضرتك بتكلمينا عن حاجات جميلة جدا بس ما حدش عارف يوصلها ازاي، سواء الخريطة او حتى المزارات والمسار الزيارات والاماكن التاريخية مش كل الناس تعرف عنها. ليه ما فيش اعلان لده من خلال بروشورز منشورات او على المواقع الخاصه بوزاره السياحه او هيئه التخطيط العمراني الى اخره؟ يعني ليه الناس هي الخرائط بحدودها المناطق المسجله مناطق ذات قيمه عمرانيه مميزه زي القاهره الخديويه دي منشوره على الموقع القومي على الموقع الالكتروني للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وحضرتك بتقدري تعملي داونلود لكل المناطق المسجله بحدودها، وحدودها واضحه جدا واشتراطات البنى فيها موجوده واضحه، وكمان حضرتك بتقدري تدخلي لقاعده البيانات للمباني المسجله داخل هذه المناطق، فده منشور معلومات متاحه يعني. طبعا ده منشور على الموقع الالكتروني للجهاز القومي للتنسيق. بس هنرجع لنقطه مهمه برضو، التنسيق ما بينكم وما بين وزاره السياحه، لانه إذا كل هذا الجهد ما فيش فيه تنسيق مع وزارة السياحة واستفادة من ده سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية، يبقى ده مجهود مهدر. لا إن شاء الله لما نخلص قاعدة البيانات الخاصة بإنتاج خرائط القيمة وتصميم المسارات الزيارية فيها يكون أكيد هيكون في تعاون مع جهات مختلفة علشان نروج لده. طبعا هننتج كتيبات فيها تاريخ المباني دي والهيستوري بتاعها زي القاهرة الخديوية، أهم المباني الموجودة في القاهرة الخديوية وتاريخها، الطرز المعمارية، المعماري اللي بناها دي كلها محطوطة على الخطة بتاعتنا المستقبلية. هننتج خرائط لمسارات الزياره ان هو ممكن يبدا منين ويخرج منين في تور مده ساعتين يلف في القاهره الخديويه يتفرج على اهم المباني. دي كلها منتجات هتنتج ان شاء الله بس لما نخلص الداتابيز. بس كنت عايزه اوضح لحضرتك ان كمان المبادره فيها جانب تاني اللي هو جانب الندوات والمحاضرات. هو هدف المبادره هو نشر قيمه الجمال واعاده احياء معنى قيمه الجمال في المجتمع المصري، وللنشر وللشباب الصغيرين وللمعماريين والمهندسين الحديثين التخرج، لان هم دول اللي بيرسموا رسومات وبينتجوا مباني وبينتجوا منتجات معماريه هتؤدي الى عمران المستقبل. صحيح. فاحنا كنا بالسلب او بالايجاب يعني، فعندنا بقى حمله يعني هي برضو نفس توعويه بالظبط، فيها محور التوعيه والندوات والمحاضرات، وده بدا ده فعلا مفعلينه من شهر 6. بيبقى فيه مجموعه من الندوات اتعملت في النوادي، اتعملت في مراكز الشباب، كمان هنعمل ندوات لغايه المدارس ولغايه الجامعات علشان نوعي النشء والشباب شيء جميل، لانه احنا حقيقي يعني على التخرج حقيقي محتاجين باعلاء قيمه الجمال واهميه. صحيح. قيمه الجمال واهميه قيمه الفراغ العام، يعني ده ملكيه عامه وازاي نستفاد منه بشكل عليه. جميل حتى باقل التكاليف، الذوق العام يعني مجرد الاهتمام بالذوق العام. شكرا جزيلا دكتوره هايدي شلبي مدير الاداره العامه للحفاظ على المباني والمناطق التاريخيه بالجهاز القومي للتنسيق الحضري. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا مستمرين معكم في هذا الصباح، وبعد هذا الفاصل وقفة حوارية أخرى.